ماشي يا فندم. السلام عليكم، مساء الخير، وسعيد جدا بوجودي في وسط اساتذتي، وشرف عظيم ان انا اتكلم في وجودكم، وعارف ان البرزنتيشن دي هتخلي الدكتور ماجد هيزعل مني، بس يعني يعني علشان نبدا طيب عادي، نتكلم انا كده هنبسط بيك. يعني الحمد لله الكفه موزونه شويه. وحشنا دكتور ماجد جدا، ودكتور عادل، ودكتور ممدوح انت طبعا، صدقني يا باشا، وشرف عظيم اللي يبقى معانا دكتور مجدي موسى، ويعني حاجه جميله ان انا ابقى في وسط حضراتكم النهارده. يعني هبدا كده ان شاء الله عشان ما نطولش على الناس. احنا دلوقتي داز باكل ستيل هاز ا بليس، يعني احنا دلوقتي 2020 وبنتكلم في البتريكتومي، وبنشوف برزنتيشنز كده الناس اللي بتشقلب الريتنا وتطلع بيها تاني، وكلوز ذا فانل بيتعالج، وبنفضل الحاجات اللي كانت ان اوبرابل، وحل الدكتور ممدوح النهارده الجميله صعبت علينا الموضوع. فهل في مكان دلوقتي ليه للسكليرال باكل ولا لا؟ الاول عشان هنقول اسامي شركات وحاجات زي كده، فنو فاينانشال ديسكلوجر، وكل الفيديوز هنا ما فيهاش حاجه ليا، يعني كل الفيديوز هنا جاي من يوتيوب واي تيوب وفيميو. ايه هو السكيرال باكل كده سريعا؟ هو عباره عن كونفنشنال او الاكسترنال ار دي سيرجري. ده السيرجيكال بروسيدور ان ويتش ماتيريال سوتشرز في السكليرا، يعني احنا بنجيب حاجه بنخيطها في السكليرا وبنعمل بيها انورد اندنتيشن، او بنعمل بيها الباكل. الفكرة ببساطة زي ما السهم هنا كده بيقول، ده كده التير اللي رافع الريتنا وفي سب ريتنال فلويد تحته. الفكرة ان انا هحط حاجة هنا هزق بيها الريتنا واقفل بيها هذا التير، يبقى ده الهدف بتاعي البيربس، ان انا كلوز الريتنال بريكس. لما اكلوز الريتنال بريكس ازاي؟ عن طريق ان انا هقرب الار بي اي للكلوز تو ذا ريتنا، وعن طريق ان انا هقرب الريتنا كلها للفيترس. فانا كده عكست الباثولوجي، يعني الباثولوجي اللي حصل ان الفيترس شد على الريتنا، ولما شد على الريتنا قطعها، وفي فلويد هو الفيترس لسه شادد، ففي فلويد هيدخل تحت الريتنا. المين باثولوجي عندي هنا في ذيس كيس بارتيكولاري اللي هي الفريش ار دي او البرايمري ار دي. ما بنتكلمش هنا على حالات اللي فيها تراكشن، ما بنتكلمش على حالات الاولد ستاندنج، احنا بنتكلم على حالات فريش برايمري ار دي. هو ده الانديكيشن بتاع البطل، او ده المين انديكيشن بتاع البطل. بنحرك كل الاريا دي بالاندنتيشن، انا بخف التراكشن اللي على التير وبقفله بالكرايو مينلي، والريزلت اللي هتحصل ان الفلويد بامب ثرو ذا بريك هيقل، وبالتالي الفيتروس تراكشن على الفلاب تيرز هيقل. ايه هي الانديكيشنز؟ الانديكيشنز ببساطه زي ما بنقول ان انا لو عندي فيه عيان حاله الفيتريكتومي او الفيتريكتومي بتاعه هيبقى صعب زي الحالات اللي هي فيها يونج ايج، المين ستيب في الفيتريكتومي ان انا اعمل بي في دي. في حالات اليونج ايج بيبقى صعب جدا وهازاردز جدا، وممكن اعمل بريفرال تيرز زياده وما اخدش بالي منها، ونخش في في ار ودايلما كبيره قوي. او في حالات الدياليسيز سواء كان ايديوباثيك او بوست تروماتيك اللي هو برده ما حصلش فيه بي في دي، بل بالعكس الفيتروس بيز هنا شويه يعني مفيد بالنسبه لي ان هو يفضل، يعني ما لم يكن هناك ديتاتشمنت عالي او يحصل بي في ار. الكلام ده كله في عيان فيكيك، او يعني زي ما قلنا في عيان فيكيك او عيان يونج ايج انا عايز احافظ له على الناس. راوندد اور اتروفيك هولز في البريفري ومعاها شالو ديتاتشمنت، الباكل ممكن يبقى مفيد. لازم البريك يبقى anterior to the equator، يعني ما ينفعش اعمل باكل في حالات البريك فيها posterior. في حالات الانفيريور بريكس علشان التامبوناتز بتاعتنا كلها شويه هتسكيب من الحته الانفيريور، فهيبقى الانفيريور بريك بريكس هنا هتبقى انديكيشن كويس لان انا اعمل عليها باكل. او لو عندي كومبلكس ريتنال ديتاتشمنتس زي مثلا بعض حالات المورفين بيبقى عندي لاتس انفيريور، وببقى متاكد ان الفيترس بتاعهم باثولوجيكال، ولو دخلت عملت فيتريكتومي مهما كنت كيرفول قوي غالبا برضو هيخش العيان في بي في ار وهيعمل مشاكل. ده التكنيك بمنتهى البساطه، ده فيديو اديتد فيديو للتكنيك. هو القصه ان هو بيحصل كونجكتيفال بريوتومي، وبعدين انا بعمل اكسبوجر للفور ريكتاي زي ما بنعمل في حالات السكوينت، وبعدين بنعمل لها سلينج بنعلق الفور ماسلز. هنا هو استخدم في الفيونج سيستم الشاندلير، يعني هنا دي الموديفايد باكل مش الستاندرد باكل، علشان يعمل سيلينج للتير تمام بالكرايو اللي هو الابيض اللي احنا شفناه ده اهو، ده المنظر بتاع الكرايو هو بيعمل سيلينج للتير. وبعدين عمل درينج، ده ممكن يتعمل وممكن لا، عمل درينج للسب ريتنال فلويد. وهنا استخدم طريقه من الباكل ان هو يحط الباكل وزين ذا سكليرا، ودي برده من ضمن الطرق اللي موجوده.
وبعدين بيكمل الحزام بتاع العين بيكمله، دي الباكل خلاص بيخليها تايتنس، وهنا بيسحب، سوري، هو هنا بيسحب سبريتنا الفلويد، تمام، و ذات ست خلاص، يعني بيرجع تاني الدنيا وبيخيط الكونجكتيفا والتينون فوق الباكل. دي انواع الباكلز. الموضوع يا اما يبقى في عندي ريديال زي لو التير بالشكل ده، يا اما في عندي سيجمنت لو عندي مالتيبل تيرز على ذا سيم لاين، يا اما انسيركلمنت باكل واوجمنتد بريديال سبونج. يعني انا هعمل باكل 360 ديجريز وبعدين هحط معاها حته ريديال سبونج على تير واحد، او ان انا اعمل سوليد سيليكون تاير واعمل انسيركلمنت باند. طيب اوكي، هي الحالات دي اللي ما ينفعش فيها الباكل ديتاتشمنت، البريكس بتبقى سيجنيفيكانت بوستيريور، زي ما شايفين الحاله دي في بريك عندي على الاركيد وفي ماكيولر هول، فهنا ما فيش نو بليس فور باكل، الا بقى الناس اللي هي مقتنعه لسه انها تعمل ماكيولر باكل وكلام زي كده، او في الاوبيك ميديا، هنا انا مش شايف كل البريكس، وانا شرط في الباكل ان انا ابقى شايف كل البريكس واسيل كل البريكس اللي موجود، او لو في عندي الحاله المين باثولوجي في الفيتروس زي في حالات الفيتروماكيولار تراكشن، او في الحالات الدايابيتك، او في حالات الاكستنسيف دي في ار، او لو عندي فيري ثين سكليرا، لان ده انا هزود كده الانستنس اوف انتيريو سيجمنت اسكيميا وهزود الانستنس اوف كومبليكيشنز للباكل، فبالتالي انا مش ما ينفعش ان انا اعمل باكلنج في حاله اصلا السكليرا فيها ثين، وما ينفعش اعمل في مالتيبل بريكس على ديفرنت ليفل. اوكي، What's the main risks for buckle anatomical failures؟ يعني لو عندي الباكل مش على مكان صح أو في missed break أو حاجة، يبقى في الحالة دي هنخش بقى في VVR وهنخش في failure. Immediate and early post-operative discomfort، أنا حطيت للعيان foreign body على السكليرة بتاعته، فده برضو ممكن يعمل discomfort. Refractive errors, strabismus, double vision، كل الكلام ده توصف. Glaucoma, choroidal hemorrhage، الباكل نفسها هيحصل عليها infection او يحصل اكستروجن للباكل، ويحصل ممكن يحصل انتيريور سيجمنت سكيميا زي ما قلنا. اوكي، كل ده بقى مش موضوعنا، احنا موضوعنا دلوقتي او ده دي المقدمه البسيطه نعرف الناس الصغيرين اللي معانا ايه هو الباكل. الموضوعنا دلوقتي هل سكيلر باكل لسه قائمه ولا بقت اوبسوليت في كل الايرا بتاعه الفيتريكتومي والادفانس تكنولوجي اللي احنا بنشوفها. الى هذه اللحظه ما زالت السكيلر باكل موجوده ان فيلد، ويمكن دكتور ماجد واساتذتنا اللي بيسافروا بره ويحضروا مؤتمرات بره بيلاقوا بيرجعوا يقولوا لنا ان في سيشنز بتتعمل في كل انحاء العالم على الباكل. هما فور مين كوز الصراحه في وجهه نظري، يعني ان هي اكسترا اوكيولار بروسيجر، ان هي ان اكسبنسيف بروسيجر، ان هي فور جيفنج بروسيجر، ان هي افكت. طيب نمسك واحده واحده كده. اكسترا اوكيولار دي في حد ذاتها ميزه، لو خيرنا اي جراح ان هو يشتغل انترا اوكيولار واكسترا اوكيولار هيختار طبعا ان هو يشتغل اكسترا اوكيولار. يبقى ليه؟ اولا في ما عنديش انستنس ان يحصل كاتراكت سيرجري، تمام؟ الكاتراكت سيرجري في الفيتريكتومي مش لازم يحصل ايرلي بوست اب، ممكن يحصل 1 تو 2 ييرز بعد العمليه. ولو يونج بيشنت يبقى انا خسرته الاكوموديشن بتاعه، لان هو حتى جت ايرا كده في الفيتريكتومي يمكن في اوائل الالفينات ان كل البيشنتس اللي داخلين هيعملوا فيكو فيتريكتومي، ويمكن في ناس لسه مقتنعه بهذا الكلام ان هو كل عيان داخل يعمل فيتريكتومي هيعمله فيكو علشان يوصل للفار بريفري بتاع الريتنا. وبالتالي انا لو بتكلم على يونج بيشنت فانا احنا لسه في اطار الحالات اللي هي سيوتبل فور باكر، تمام؟ لو عندي لسه في عيان يونج بيشنت انا حرمته من الاكوموديشن. رقم ثلاثه ان انا ما عملتش انفيجن للفيترس، الفيترس لوحده كائن مرعب او اورجان مرعب جدا. وانس انفيدد لو ما قدرتش تقضي عليه، يعني زي ما حتى الكلمه اللي كانوا بيقولونها اساتذتنا من زمان ان احنا ما تفتحش على نمر تعوره وتسيبه، يعني هتدخل على الفيترس لازم هتشيله كله از ماتش از يو كان. وزي ما قالوا كده mission is done when vitreous is gone، يعني انت خلصت الفيتريكتومي بتاعك لما ما يبقاش في vitreous في الموضوع. رقم أربعة ان انا مش محتاج اعمل tamponading، والتامبوناد لوحده له مشاكل او له complications، يعني لو انا حقنت العيان بغاز ممكن هيحصل جاز expansion، يبقى العيان ده مش هيسافر. elevated intraocular pressure تقريبا موصوف في كل التامبونادز. اخر حاجة ان انا لو حقنت silicone oil فانا هحتاج secondary procedure ان انا ادخل واشيله. No instance of endophthalmitis، ودي حاجة يعني indication أو حاجة لوحدها benefit محترم جدا للباكل. يبقى دي كده قصة إن هو extraocular هيفيدني بإيه. هو inexpensive
وده اكوردنج للستادز اتعملت، ان ناس بتقارن الكوست بتاع الباكل بالكوست بتاع الفيتريكتومي. فيتريكتومي احنا بنتكلم في فيتريكتومي ماشين، بنتكلم في كونسيمبلز، بنتكلم في تامبونيز، بنتكلم في بيرفلوروكربون، بنتكلم في ستينز، بنتكلم في حاجات كتير قوي. كل ده اكسبتد لما ما يبقاش عندي بديل ارخص. ومعرفش بشوي معانا ولا لا، كان بشوي كده راح اوبزرفر شيب شويه في مكان في امريكا، فكان راجع يقول عندنا في امريكا البي اف سي ده ما بيتفتحش. يعني حتى ايفن في اليونايتد ستيتس الناس بتحط الحته دي كفاكتور هو بيقيس عليه الجراحه بتاعته حلوه ولا وحشه، او الجراحه بتاعته تاخد بوينت سكور بوزيتيف ولا نيجاتيف اكوردنج تو، هي الجراحه دي هتكلفني ايه وهل في بدايل تكلفني حاجه ارخص ولا لا. في كومبيتيشن ما بين سكيرا باكل فيرسس الفيتريكتومي. الحالات اللي هي السكيرا باكل فيها انديكيتد اللي احنا اتفقنا دلوقتي، اللي هو فيكيك بيشنت اللي هو عيان ديجماتوجينس ار دي فريش، الحالات دي بيبقى السكيرا باكل 10% less expensive than بارزبلانا فيتريكتومي. هو هنا حاسب حاجات، حاسب الكومبليكيشنز اللي حصلت مع السكيرا باكل وتكلفه المانجمنت بتاعها، تمام؟ وبالتالي احنا لو حسبنا بس تكلفة العملية لوحدها هتبقى في سكريرال باكلينج فعليا اقل، وده شايفين فورجيفنج طبعا، ان احنا طول ما احنا ما لعبناش في الفيتروس فاحنا شوية الموضوع فورجيفنج. واهم فورجيفنس فيه ان انا الفيتريكتومي عندي ستيل موجود، يعني انا في وقت ما هتزنق، وقت ما هيحصل فيرير، وقت ما هيحصل اي مشاكل، انا هدخل اعمل فيتريكتومي. رقم اتنين، انا اقدر اشيل الباكل دي في اي وقت. يعني شوية راح زمن ان انا اشيل الباكل من جوه العين، يعني الباكل اللي احنا بنشيلها من جوه العين ممكن نكون بنعمل حالات قريب دلوقتي في باكل بنترودد جوه الانسايد ذا جلوب، بس الكلام ده الباكلز اللي كانت هارد قوي، اللي هي الماتيريالز بتاعتها اتحطت من 20 30 سنة. يعني عيان اولد ايج وجاي لي حط باكل مثلا من 30 20 سنة، من 20 30 سنة هبص الاقي الباكل دي ممكن تكون دخلت جوه العين. باكل انفكشن ده تقريبا ما عادش موجود، وهنشوف الكلام ده دلوقتي. اذا فالباكل حاليا هو از ا فورجيفنج بروسيجر، تمام؟ اخر حاجه ان هو هل هو افكتيف ولا لا، يعني هل هو كل الحلاوه دي او كل الكلام اللي فات ده هل هو افكتيف بروسيجر ولا لا. تقريبا في ستادز كتير قوي، انا اخترت منها ثلاثه. الحاجه اسمها ريتنا سبيشاليست، الكلام ده في 2019، بيقول ان عمل في مالتي سنتر ستادي، قال ان في عندي ايكوال سنجل اوبريشن سكسس 63.8% لسكليرا باكل والفيتريكتومي، تمام؟ برضو انفيكيك بيشنتس، تمام؟ استاذي تانية في حاجة اسمها كرانت اي ريسيرش برضو تطلع لي بنفس القصة، ان انا عندي الفاينل فيجوال اوتكم والبوست اوبراتيف كاتركت او الانكمبليكيتد فيكيك ريجماتوجينس ار دي، السكليرا باكل هنا از سوبيريور كمان في الفيجوال اكيوتي. سكليرا باكلينج اور فيتريكتومي برضو نفس الحكاية، الاقي استاذي تانية في من 2010. يعني معنى ان الكلام اصلا لسه موجود، معناه ان الاوبريشن دي ما هياش اوبسوليت، وان هي as effective as vitrectomy او يمكن superior عليه في بعض الحالات. اوكي، لما نيجي نتكلم على البراكتس بقى، يعني من ساعة ما الناس اخترعت الفيتريكتومي لحد النهاردة، هل نفس نسبة سكليرا باكلينج اللي كانت بتتعمل مثلا في السبعينات او في الثمانينات استيل هي اللي بتتعمل دلوقتي؟ ابسوليوتلي لا، ما ينفعش، تمام؟ الحاجه اسمها ميديكير داتا بتقول ان 80% زياده في الفيتريكتومي في اليو اس عن سنه 97، تمام؟ وايل السكليرال باكلينج قلت بنسبه 70% زين البرايمري ريتينال ديتاتشمنت كيسز، زين اللي كان بيتعمل في السبعينات والثمانينات، تمام؟ في اوروبا لا، الموضوع مختلف. يعني في جيرماني بروبورشن اوف سكليرال باكلينج فيرسس فيتريكتومي تقريبا 40-60، معنى كده ان سكليرال باكلينج ما قلش قوي عن ما كان بيتعمل زمان. اليونايتد كينجدوم الفيتريكتومي بيعمل من 80-90% اوف كيسز، وال10 او ال20% اللي فاضلين بيعملوا باكل. سو ستيل الباكل موجود، وستيل باكل موجود بقوه شديده في بعض الاماكن. في حد علق تعليق ظريف قوي، الراجل اللي اسمه هنريك هيمن، بيقول ان personally I think ان the large shift toward the vitrectomy is wrong. يعني هو مش مقتنع ان الكمباريزون دي عادلة او الكمباريزون دي صادقة. هو يعتقد ان الكمباريزون دي مدخلة حالات اخرى عملت vitrectomy غير الحالات اللي هي suitable للبكر.
يعني هو ما بيقارنش هل الحاله دي تنفع باكل وفيتريكتومي فاحنا بنقارن ما بين الاثنين، لا احنا الحاله دي عملت فيتريكتومي الحاله دي عملت باكل، هنا في كم باكل هنا في كم فيتريكتومي. احنا بنتكلم الفيتريكتومي از ا جروينج بروسيجر، هو طول الوقت فيه جديد، الفيتريكتومي طول الوقت فيه جديد ومبهر جدا، فطبيعي ان الفيتريكتومي هيبقى مور اند مور، والحالات اللي ما كانش ليها علاج بالفيتريكتومي زمان الحالات دي بقت دلوقتي بتتعالج، فطبيعي ان الفيتريكتومي يزيد. احنا لما نقارنه بقى بالسكليرال باكل هل هو قل ولا لا، دي قصه ثانيه. اوكي، ويز فيتريكتومي ارايز سكليرال باكلينج افابل اوبشن ريتينال ديتاتشمنت. في راجل اسمه سيسار فورليني، ده كان حد عظيم جدا فيترو ريتينال، مات تقريبا في 2016، وكان في الاتش بي ار اس هنا كان مدعو ونعوه هنا لانه دخل بستروك في الاي سي يو. الراجل ده كان حد من البايونيرز في ايطالي في فيترو ريتينال سيرجن، وماسك وحده التروماتولوجي هناك، وكان اخر يمكن 5 أو 6 سنين في حياته، اللي عايز يتابعه على اليوتيوب يكتب بس اسمه هيلاقي فيه تشانل رائعه جدا مليانه بحاجات يعني امبرسيف جدا في الفيترو ريتينال سيرجريز والكلام ده كله. نتخيل بقى ان الرجل بكل هذه الحاجات، ونبص نلاقيه قال vitrectomy rather than scleral buckling should be limited to only a few selected cases. يعني سيسار فورليني بيقول انه برغم ان هو يعني راجل vitrectomy ده بيعمله برجله يعني، فبيقول ان vitrectomy لازم يتحط selected cases ويبقى البريوريتي للحالات اللي ينفع فيها باكل للباكل، تمام؟ اللي هي اللي فيها الفيتريكتومي هيبقى الحالات اللي فيها بوستيريور بريك، الحالات فيها مالتيبل اور لارج بريكس، الحالات الهايلي مايوبيك ايز وذ ثين سكليرا. الفلسفه دي ستاي اواي فروم ذا فيتروس وينيفر بوسيبل، هي دي الكلمه بتاعت هذا الرجل، بيقول ستاي اواي فروم ذا فيتروس وينيفر بوسيبل، كل ما تقدر تبقى بعيد عن الفيتروس ابعد عن الفيتروس. وقال كلمه ثانيه مهمه جدا، ثو فيتريكتومي مي سيم ايزير ات از ان انسيدوس جراوند يو ار اوبريتنج اون and you can incur endless complications. ده كلام هذا الرجل. اوكي، ده شويه سامحنا دكتور ماجد بقى، ده موقع متعصب للباجل شويتين فقايل الكلام الكتير ده، بيقول ان في ميس ليفز كده عند الناس اللي بتكره الباكلز. الميس ليفز دي بتقول ان هي الناس بتكرهها ليه، علشان تيكس مور اوبريتنج تايم، علشان محتاجه جنرال انستيزيا، عشان بتعمل بوست اوبريتيف بين، عشان تعمل سيجنيفيكانت مايوبيا، عشان بتعمل ديبلوبيا، عشان بتعمل هاي انستنس اوف اكستروجن اند انفكشن اوف ذا باكل. يعني ده الحاجات اللي هو بيقول انه مش مصدقها. طيب ايه الحقيقه؟ بيقول الحقيقه ان احنا عندنا افريج اوبراتيف تايم از 30 مينتس. الحقيقه شفنا مع دكتور عادل، وانا شفت مع حد زي دكتور شريف شتا، حالات تقريبا من 15 ل 20 دقيقه كمان. اتس دان اندر لوكال اور جنرال انستيزيا. اوكي، بوست اوبراتيف pain is minimal or non-existent، يعني تقريبا ما فيش مش موجود. it induced minimal myopia، لان انت لما بتعمل السليف ما بتعملوش tightening شديد قوي، just ان انت بتربطه بس، يعني انت بتعمل gentle indentation. thin scleral explant، السكليرال explant دلوقتي غير بتاعه زمان، وما هياش hard زي بتاعه زمان، وبالتالي الاكسترا اوكيولار muscle function still there، وما فيش عندي diplopia. extrusion or infection are unlikely. ليه؟ لأن الباند بتبقى دلوقتي بتتعمل يا إما جوه السكليرال زي الحالة اللي احنا شفناها، يا إما بخيط عليها التينون والكونجنكتيفا، سو بيبقى الموضوع ما فيهوش الانستنس العالي برضو بتاع زمان. Many surgeons underestimate the actual failure rate of vitrectomy. دي بوينت مهمة جدا، إن في ناس بتكره السكليرال باكل علشان بتفلير أو علشان ما فيش success rate زي الفيتريكتومي. وبالتالي احنا دي بوينت لازم تتناقش. فالقصه كلها ان زي ما كنا بنقول ان الباكل فضحي، يعني الباكل هيفلير من اول اسبوع، لكن الفيتريكتومي الكومبليكيشنز بتاعته بتتاخر. يعني انا بقى بنفرح قوي تاني يوم تالت يوم الاقي السيليكون مال العين، الليزر كده جميل وابيض وحلو ومفيش فيه مشاكل، لكن انا عندي البي في ار مثلا بيبدا البيك بتاعته تحصل بعد 6 ل 8 اسابيع، السيليكون اويل ريموفال بعد ما نشيله ممكن يبقى فيه ميست بريك ويحصل وهكذا. مش معناه الفيتريكتومي وحش طبعا، كلنا بنشتغل فيتريكتومي حبيبنا يعني، لكن القصه ان لما نقارن ما بين الاثنين الباكل مش عمليه فاشله، لا هي عمليه كومبليكيشنز بتاعتها او الفيلير ريت بتاعها بيجي بدري شويه. اوكي، واتس ذا تروث بقى من الكلام ده كله؟ يعني ايه اللي فعلا اقدر اقول عليه ان السكليرال باكل يعني بتتراجع؟
واحد is a difficult procedure. يعني أول difficulty في الفيو. الفيوينج سيستم بتاع الاندايركت لا دلوقتي بيتراجع بشكل كبير. أنا بتكلم في جهاز 2D غير فيو بتاع البيوم. أنا 3D وبعمل زوم وبدخل وبعمل اندنتيشن براحتي وبشوف الصورة عدلة. يعني الفيوينج سيستم بتاع البيوم حاجة والفيوينج سيستم بتاع الاندايركت لا حاجة تانية. مفيش وقت في عيادات الشبكية خصوصا زي ما كان زي رود الفرج ان النايب يقف ويمسك الاندايركت ويقعد يبص ويعمل اندنتيشن وينيم العيان في وسط الهيصة اللي احنا بنبقى فيها دي. لكن استيل موجودة يعني استيل ده بيحصل واستيل في حاجة. دكتور ممدوح استاذنا كان دايما بيبص على عينيه بالاندايركت دايما يعني حتى لو قاعد لعين على الستيت لمب ومسك المسكنا العدسة 90 او غيره هو بيشوف الحالات ورانا بالاندايركت. يبقى مفيش مقارنة طبعا دلوقتي كمان في الفيتريكتومي احنا وصلنا الهيدز اب يعني معنى ان انت بتبص على شاشة 3D انت بتشوف الحالات 3D وانت قاعد فطبعا الفيوينج سيستم حوار تاني مختلف. طيب حاجة تانية ان هو هارد ان تريننج يعني انت وانت قاعد بتعمل فيتريكتومي لو حد سينيور قاعد بيعمل فيتريكتومي في سايد تيوب جنبه النايب او الفيلو اللي معاه قاعد باصص شايف زيه او كل الأوضة شايفة من خلال شاشة وهو بيقعد يشرح كل تريكه بيعملها بتبقى باينه لكل الناس وبتشوفه بيعمل ايه. والستبس بتاعت الفيتريكتومي غنيه الفيتريكتومي غني جدا بيقدر يعمل فاريابيليتي كتير قوي فحلو ان هو الواحد يتعلمه يعني تعليم او نقل الخبره من الفيتريكتومي من السينيور للجونيور او من الترينر للتريني حلوه جدا. طب في الباكل بقى محدش شايف حاجه واحد واقف ماسك العدسه وعمال يدوس وهي نفس الستبس في كل الحالات تقريبا فهو ما بيعملش حاجه. علشان كده تقال if this technique fades away it is not because it is inferior or useless. أما المشكلة في إيه؟ المشكلة إن senior surgeons no longer want to teach it. يعني حتى لو حد بيشتغل باكل فهو ما عندوش دلوقتي قابلية إن هو يقعد يتكلم كتير وهو بيعمل باكل هو هيتكلم كتير وهو بيعمل فيتريكتومي. تمام؟ الحاجة التانية لو الباكل ما تعملش صح أو لو الباكل ده ما تنقلتش الخبرة بتاعته صح الريزلتس كلها هتبقى وحشه. يعني عندك بريك او تير لو ما اتقفلش كويس لو ما عملتش الستبس كويس لو ما اتعلمتش كل تريك كويسه هتطلع الريزلتس بتاعتك فيري بور. الحاجه الثانيه في الباكل فيكس التكنيك يعني قارن كده الباكل اللي اتعمل في سنه 60 لحد اللي بيتعمل النهارده تقريبا هتلاقي الفاريابيليتي فيري مينيمال. تعال بقى للفيتريكتومي كده نشوف بعض الفيديوهات دي. ده فيتريكتومي سنه 72 وانا عايزكم تركزوا بس البروب شكله عامل ازاي وداخل الدخله عامله ازاي ودي السوتشرز اللي حواليه يعني حاجه مرعبه جدا. At this time لو اتقال لجراح او لبيشنت احنا هنعمل فيتريكتومي ولا هنعمل باكل طبعا بدون اي كلام هيعمل باكل. يعني ده البروب وهو بيشد على الفيتروس يعني كان الله في عون الناس اللي اشتغلت في هذا الوقت او الناس اللي كانت بتشتغل في هذا الوقت وثانكس تو تكنولوجي ان هي وصلتنا للمراحل اللي احنا بنشوفها دلوقتي وحد من البايونيرز في المجال ده دكتور ماجد طبعا الانتر اوبراتيف او سي تي. يعني انت مش بس بتشوف كويس انت مش بس بتشوف ايفولفنج للتكنولوجي احسن ده انت بتشوف انفستيجيشنز فوق الدايركت فيجواليزيشن بتاعك اكتر كمان الهيدز اب الراجل قاعد لا بيبص في ميكروسكوب ولا حانر رقبته ولا حاجه مضايقاه ده بيشتغل باي مانوال كمان وهو باصص في شاشه يعني هو يا دوبك بس باصص في الميكروسكوب علشان شويه ليزر. لكن الموضوع في الفيتريكتومي ايفولفنج وبيعتمد على التكنولوجي. اخر نقطه او النقطه الثانيه اللي بتخلي السكيرال باكل سبونسرز الصراحه السكيرال باكل هو ار ذا سبونسرز اوف سكيرال باكل ولا حد. السبونسر دي مش معناها ان الدكتور بيرتشي عشان يشتغل فيتريكتومي اوفر سكير باكل لا معناها ان الريزيدنت اللي داخل مؤتمر هيخش يشوف ايه وهو داخل هيخش يشوف البانلز دي كل الناس دي سبونسرز فور فيتريكتومي والقائمه تزيد كل دول انت عندك سبونسرز للانسترومنتس سبونسرز للماشينز سبونسرز للبروبس والكونسومبلز سبونسرز للفيوينج سيستم والميكروسكوبات سبونسرز للسبلمنتس والتامبونادز والحاجات الموجوده. وبالتالي الريزيدنت اللي طالع النهارده هيلاقي فيه تو بروسيجرز واحد بيتعلمه سهل جدا بيشوف كل حاجه الترينر بتاعه بيقولها له بيشوفها قدام عينيه ما بيش حاسس ان هو بيتوهم ان 3 دي فيوينج
بيدخل اي مؤتمر يلاقي كل اللي موجودين بيتكلموا على الفيتريكتومي وحابين ان هم يتكلموا على الفيتريكتومي، بيبقى ان مايند ان هو انا ليه اغلب نفسي في بروسيجر يعني في الالترناتيف بتاعه الدنيا فيه مصحصحه وحلوه وكل يوم فيه جديد وكلام كبير يعني. لكن ستيل ان احنا بنتكلم على السكليرال باكل از اسيف تشيبر افكتيف، مفيش تاتش للفيتريس، مفيش الهازاردز بتاعه الفيتريكتوم. تمام اوكي، نحل القصه دي ازاي؟ واحد تريننج، وثانكس جاد ان التريننج بتاع الباكل بيبدا من عيادة الشبكيه، يعني احنا نقدر ان النايب بياخد نص الحاله بيتدرب عليها في عيادة الشبكيه. وكان كمان استاذنا الدكتور جهاد النهري كان قاله اكتر من مره ان احنا واحنا في عياده الشبكيه احنا بنخلص عمليه الباكل، بمعنى ان انا عندي ادي البيشنت وادي الدكتور واقف بكرفطته والدنيا زي الفل، ما دخلش اوبراتيف فيلد وجاست ان هو نيم البيشنت وابتدى ان هو يفحص، جاست ان البيشنت ده يتفحص كويس بالاندايركت ويتعمل له اندنتيشن كويس بالاندايركت زي الحالات اللي كان بيوريها لنا دلوقتي استاذنا الدكتور عادل، اللي يشوف كل البريفرال ديجنريشنز واشوف كل البريفرال تيرز ويبقى في دماغي او يبقى قدام عيني الرولز دي، لينك اوف رولز هي اكوردنج تو شيب بتاع الار دي انا اقدر احدد فين التيرز. والارت بتاع الدروينج يعني دايما النواب لازم يتعلم ان هو يرسم الريتنا زي ما هي مرسومه هنا، انا عندي التير ده هيبقى فين اكوردنج تو الرسمه اللي انا برسمها او الشكل اللي انا برسمه، يتعود على الاندايركت فيو ان هو يبقى عارف هو فين، هو بيعمل اندنتيشن فوق فبيشوفها تحت يبقى عارف ان دي السوبيريور ريتنا، ولما يرسم يرسم صح بحيث ان هو كده تقريبا عدى نص الاوبريشن. فاحنا عندنا اوبراتيف بروسيجر بنقدر ان احنا نتعلمه واحنا جوه العياده جاست بشويه معلومات وبشويه تريننج على جهاز بسيط جدا نبدا ان احنا نتعلم عليه، وما عملناش اي حاجه يعني، ما فيش اي كورسات اتخذت، ما فيش اي قاعده قلت، ما فيش حاجه من الكلام ده. بعد كده لو الاندايركت وحش قوي خلاص ومش قادرين عليه، فطبعا استاذنا الدكتور عادل بايونير في الحته دي الصراحه، اللي هو يريبليس الاندايركت فيوينج سيستم بالشاندلير، يعني انا اقدر ان انا احط شاندلير زي هنا كده و ده التير انا شايفه، ده حاله ريتينال، ده حاله دياليسيس، وشايف نفس الفيوينج سيستم بالبايوم، يعني هو جاست ان هو حط الشاندلير هنا وشايف الريفلكشن بتاع اللايت هنا على التير وعامل الاندنتيشن بتاعه وهيعمل عليه كرايو والدنيا تمام، مجرد ان هو بس دخل بالشاندلير فهو خد التو بينيفيتس. طيب هنخش هنا في خناقه شويه، ما انت كده دخلت انترا فيترس، يعني انت دخلت كده فقدت ميزه اللي انت بتتكلم عليها انه اكسترا اوكيولار بروسيجر. لا، ما احنا بنعمل انجكشن وبرده ما يعتبرش قوي انترا اوكيولار، يعني انا ما لعبتش في الفيترس قوي، ده انا يا دوب جاست ان انا واقف كده على الحرف بتاع الريتنا باللايت، فيعني ما فقدتش قوي ميزه ان انا اكسترا اوكيولار. اوكي تو كونكلود الكلمتين البساط دول، ان انا السكليرال باكل از ستيل سيف اكسترا اوكيولار ان اكسبنسيف فور جيفنج افكتيف بروسيجر ان ريبيرنج سيرتن تايبس اوف ار دي. في مزايا كتير قوي للسكليرال باكل جاست ان احنا نتعلمه ونبدا ان احنا نعمله. اتس هايلي انديكيتد في يونج بيشنتس، فكر مرتين ثلاثة ان انت تعمل باكل في عيان يونج، عيان عنده انفيريور بريكس خصوصا لو مودريت تو هاي مايوبيا، لان مودريت تو هاي مايوبيا انت تقريبا معظم حالاتك هتبقى اندر فيلد بالتامبونات، وهيبقى عندك كل الميدياتورز اللي طالعه من الار بي اي او السيلز البريسيبتيتد في الفيتروس اللي هي بتنديوس بعدين بي في ار كلها في الحته دي. فانت لما تيجي تعمل فيتريكتومي انت عملت فيتريكتومي وشيفنج كويس في الحته دي وحطيت تامبونات، بس في حته اكسبوزد مليانه سيلز، السيلز دي هتطلع تعمل بي في ار، وما زال البريك لو حتى لو انتيريور كمان اكتر، انت البوزيشننج بتاع العيان ما تضمنوش وما تضمنش تمبونات على الحته الانفيريور دي، فكر مرتين فيها. لو في عندي انتيريور بريكس، لو في عندي بريك ده انتيريور قوي وانا عايز احافظ على اللينس في عيان يونج، انا فعليا مش هقدر اعمل اندنتيشن كويس من جوه يقدر يوصلني للفيتروس بيز اعمل شيفنج حوالين كل الانتيريور بريكس. في حالات الريتينال دياليسيس انا بستفيد من وجود الفيتروس بيز، الفيتروس بيز ما عندي مصلحه لانه بيمنع ان الريتنا تديتاتش مور اند مور، فجست ان انا ابروكسيميت الانسرشن للاوريجين، ده مكان الانسرشن بتاع الريتنا، جست ان انا ابروكسيميت الاريا دي واعمل عليها كرايو اقفلها، الموضوع بيبقى رائع وهايل جدا.
Till now the tier buckle is didn't become obsolete. يعني انا شفت حد من الاساتذه داخل على حد بيشتغل باكل قال له طيب استنى هروح البس الشارلستون واربي سوالفي وارجع لك. يعني قال له الكلمه دي ان هو خلاص الموضوع بقى قديم وانت بتعمل اللي انت بتعمله ده. لكن still up till now all over the world, مش بس في مصر, all over the world it didn't become obsolete and I think تفكيري انا no, will never be. زي ما بيقولوا كده old is gold. Training, careful practice, upgrading are the keys of success. ان العمليه تبقى succeeded معاك وفعليا كده اللي جرب succeeded باكل برغم التعب اللي هو بيشوفه كلها بيبقى احساس تاني مختلف تماما انه ما عملش حاجه جوه العين. تمام, vitrectomy is still there. vitrectomy موجود في اي failure, في اي مشاكل حصلت من الباكل vitrectomy ما زال موجود وتقدر تعمله في اي وقت وتقدر ترجع له. Stay safe and thank you. شكرا دكتور طه. واعتقد دكتور ماجد مش عايز يعدي لك المحاضره دي على خير. انا قلت من الاول والله ماجد سامحني. قبل ما تخلص دكتور ماجد رفع ايده فانا عارف ان هي مش هتعدي. هو انا بس مش شايف الفيديو, يعني انا مش شايف البرزنتيشن نفسها. اه كده 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 لا البرزنتيشن انا شايفها بس شايفها فول سكرين مش على. طيب دكتور رجعت تاني. دكتور ماجد اتفضل. اتفضل. شكرا شكرا طه. طبعا يعني فيري نايس برزنتيشن, بس انا ليا سام كومنتس. يعني معلش انا عارف انكم اتاخرتوا, بس يعني ان شورت مش هنتكلم في الباكل والانديكيشن اوف باكلز. انا موافقك تماما في اليانج والدياليسز الباكل از يعني از فيرست تشويس. ولكن انا ليا سؤال. انا شفت حالات بجد كتيره جدا الباكل عامل كومبريشن اتروفي تو اندرلاينج سكليرا اب تو بيرفريشن, وبنلاقي الباكل جوه يعني جوه الاي, لدرجه ان انا شفت حاله دي مش هنساها ابدا من حوالي 2 تو 3 ييرز تقريبا. كان عيان عامل باكل وراح لحد ظريف حب يشله الباكل, كان عامله من 15 سنه, ولما شيل الباكل شال معاه السكليرا, فالاي بقت تقريبا لوست وكانت كلها هيمرج من الاكستروجن بتاع السكليرا او رابتشر بتاع السكليرا مع الريموفال اوف باكل. انا شفت ناس بتعمل باكل بره, بس انا لاحظت ان معظمهم او كلهم بيشيلوا الباكل بعد حوالي 6 ويكس, وده انا ما شفتوش. الباكل بيتساب اول ثرو, وبالتالي ديفينتلي انت لما تيجي تشيل الباكل هتلاقي في underlying pressure atrophy to the underlying sclera. وI think مش هقول بقى بلدوزر بيزق من بره ولا واحد يزق الورقة من جوه, لكن أنا أقصد إحنا هنا ما بنشيلش الباكل. وأنا أيام ما كنت بشتغل باكل أنا كنت بحبه جدا, بس definitely أنا بحس إن هو يعني أصعب من الفيتريكتومي على الأقل for my hand for time being. ولكن أنا شايف الحالات اللي ينفع لها باكل هي it is the same الحالات اللي بتعمل لها primary vitrectomy و just gas or air. الحاجات اللي بتخش في BVR و silicone دي قصة تانية. زي ما انت قلت في وسط التوب بتاعتك اللي انا حقيقة عجبتني قوي, ان احنا بنقارن the whole cases with the whole cases. We have to select الكيس اللي ينفع هنا وهنا واللي ما ينفعش غير vitrectomy واللي ما ينفعش غير باكل. لكن ما ينفعش نقارن كل الحالات اللي فيها BVR وclose funnel ونارو funnel دي vitrectomy خلاص. الحالات اليونج الحالات الفريش ديتاتشمنت والسنجل تير كتير قوي بنخش على اني اعمل برايمري فيتريكتومي وبنلاقي فيه بدل الوان تير 20 تيرز, ونلاقي فيه بريفرال ديتاتشمنت ما كانش باين في الاكزامينشن. فانا اقصد ده مش معناه ان الباكل وحش. الباكل از بيورلي انديكيتد في اليونج بيشنتس وفي الادالتس طبعا, ولكن في الحالات التانية انا يوجوالي بريفير البرايمري فيتريكتومي. بس السؤال اللي انا عايز اساله بقى ان هل انتوا بتشيلوا الباكل بعد ما بتحطوه؟ يعني انا ما شفتش حد بيشيله, وبالتالي ام شور انك لو عملت ريفايز للعيان بعد 2 years or more او 1 year even ام شور ان احنا هنلاقي فيه underlying pressure atrophy من الباكل. ما اعرفش رايك ايه. هو كلام حضرتك مظبوط جدا, بس يعني زي ما حضرتك بتقول كده احنا يعني لسه احنا عاملين حاله في رود الفرج. كان راجل دايابيتك, العين الثانيه فيها بروليفريشن والعين دي فيها بيرزيستنت فيتروس هيمرج 3 شهور.
دخلنا عملنا فيتريكتومي كان عنده هيستوري من باكلينج من تقريبا حاجه و20 سنه. فدخلنا على اساس ان ده دايابيتك فيتروس هيموريدج بريزيستنت دايابيتك فيتروس هيموريدج. دخلت مفيش نيو فاسكولاريزيشن تحت, يعني عمال ادور مفيش نيو فاسكولاريزيشن تحت, جاست ان احنا بنعمل اندنتيشن كده في اللور ريتنا لقينا نص الباكل جوه, يعني نص الباكل جوه الجلوب. الكلام ده كان كومون جدا في الباكلز القديمه وكان بيتشال كتير قوي زي ما حضرتك بتقول كده, باكلز من جوه العين. الباكل انسيركلمنت كانت كله بيعمل انسيركلمنت باكل وكان فيري هارد ماتيريال. دلوقتي السيليكون باند الصغيره الاسبونج, يعني ساعات الباكل ده بتعمل حته سبونجايه كده صغيره جدا وبنعمل تريمنج للايدجز بتاعتها وبنعمل شيفنج حواليها. انا بعمل بس جاست اندنتيشن عليها. I myself انا بشيل باكل within 2 months, يعني انا في خلال شهرين انا بشيلها حتى لو سبونجايه صغيره جدا, وبشيلها ايفن حتى في عينين شلتهم في العياده. يعني جاست ان هو جه انا فتحت كده بسن 10 صغير قوي ورحت فاكك السوتشر وشلتها, ما حصلش منها اي مشاكل, والعيان جنب بعدها الدنيا كانت معاه كويس قوي, ما كانش فيها اي مشكله. القصه كانت في اولا احنا الباكل دي معموله من قد ايه, الماتيريال بتاعتها قد ايه. زمان برضو كان بيعتقد انه يعمل باكل على العيان الهاي مايوب, وده خطر جدا. يعني معظم الحالات اللي حصل منها اكستروجن للباكل او حصل منها انترودكشن للباكل انسايد ذا جلوب, الحالات الثينست كلير, الحالات الثينست كلير تقريبا هي كونترا انديكيتد دلوقتي ان يتعمل فيها الباكلينج على الاقل الانسيركلمنت باكل. تمام, شيل الباكل طبعا مهم لو ابتدت حتى, يعني انا رايي ان وزود اني كومبليكيشنز, يعني حتى لو ما عملتش كومبليكيشنز خلاص انا خدت التارجت بتاعي, التير بتاعي سيلد, الدنيا كويسه مفيش مشاكل, خلاص الباكل دي مش محتاجها في مكانها ده تاني, مش هستنى لما تعمل كومبليكيشنز. ده وجهه نظري. ذس وات ام اسكينج, ان احنا لازم نشيل باكل. اف يو جو فور باكل يو هاف تو ريموف ات افتر 6 ويكس اور 8 ويكس زي ما انت قلت, لكن ما ينفعش يتساب, لان انا بشوف مشاكل كتير قوي في الحالات اللي بتتساب مده طويله. انا ما شفتش حالات جديده عامله النيو ديزاين, لكن الحالات اللي بتبقى فيري اولد الحقيقه ممكن تكون زي ما انت بتقول, انا ما عنديش اكسبيرينس بالنيو ماتيريال. هو دكتور ممدوح كان عايز يسأل سؤال برضه. اتفضل. انا كومنت. اتفضل يا فندم. هو الحقيقه الباكل بروسيدجر يعني انا من وجهه نظري ان مشكلته الاساسيه هو lack of training. المشكله definitely is lack of training. هو مع مرور الوقت الفيتريكتومي بقى فيه طبعا ابروتش وفي استسهال في استخدام الفيتريكتومي في كل الحالات, لكن اي حد بيماستر الباكل وبيماستر هاو تو جود تو دو ا جود اكزامينيشن للبريفيرال ريتنا ديفينتلي عارف كويس قوي ان الباكل حاليا ستاند اند ويل ستاند في بعض حالات زي الدكتور طه قالها. يعني الحالات دي ديفينتلي الباكل بتبقى سوبير مع الجود تريننج. الباكل ما بتاخدش اكتر من 45 minutes. It can be done under either local or general anesthesia. ما بتحتاجش ان العيان لو انت حطيت له جاز, ان الحالات اللي زي كده عادة بتبقى جاز ما بتبقاش سيليكون لو تعمل لها فيتريكتومي, وبالتالي العيان مش محتاج positioning, مش محتاج ان هو ما يبقاش شايف اول كام يوم, لكن العيان من second day الفيجن بيبقى perfect, بالذات الحالات اللي هي بتبقى الماكلة on. يعني انت الماكلة لما بتبقى on وعندك single tear سواء horse toe او whatever peripheral tear one tear طبعا وبتعمل له الباكل. انا بالنسبة لي طبعا لاني بعمل spiral implant فانا ما عندي مشاكل اللي هي بتحصل بتاعت انا شايف ان برضو حتى الباكل اكستروجن او اول اخره دي بتبقى برضو lack of experience and lack of choosing a good eye for this procedure. الباكل implant الحقيقة ما بيحصلش فيه الكلام ده خالص, لان الباكل بيبقى designed على حسب شكل التير وبيتحط على التير فقط, وبالتالي انت ما يبقاش عندك المشاكل دي خالص, وبتبقى الباكل دايما فيري هاي وبتعمل سبريتينال فلويد درينج
سواء internally أو externally، وبالتالي ما بيبقاش عندك أي مشكلة. العيان بيبقى من second day الـ retina is high, dry, vision is perfect، بالذات لو كانت المكلة كانت in يعني on، ما كانتش detached. Even حتى للناس برضو اللي هم experience في الباكل، أنا الحقيقة لأن أنا اشتغلت الباكلز كتير، بالذات الباكل implant 277 279 286 في الماكلر باكل. يعني طبعا احنا كلنا بنعمل الماكلر سيرجري دلوقتي، لكن في حاجه اسمها ماكلر باكل. الماكلر باكل الحقيقه الريزلتس بتاعتها كويسه جدا، لكن طبعا مع الامبروفمنت ومع الشركات والكلام ده انت كان بتضطر ان انت بتتجه لاتجاه اخر. الجدير بالذكر ان جميع المؤتمرات في اخر سنتين كلها بتحط سيشن كامل للباكلينج بروسيدجرز، سواء في الامريكان اكاديمي في الريتنا نفسها سب سبيشاليتي او حتى في اليورو ريتنا، كلهم بيعملوا سيشن كامله للباكلز. انا اي ستيل بيليف ان مشكله الباكلينج هي لاك اوف اكسبيرينس. كل نيو جينيريشن ما بيعملوش الباكل بروسيدور، وزي ما الدكتور برضو مبروك قال هي مشكلته ان تعليمه مش سهل زي تعليم الفيتريكتومي، لان هو عشان تتعلم وتبص وتشوف وتشوف ايه اللي بيتعمل، الموضوع مش زي الفيتريكتومي ان في شاشه وبتبص، لا الموضوع بيحتاج تايم فاكتور والليرنينج كيرف بتاعها اصعب من الفيتريكتومي، سواء في الاكزامينيشن او سواء في البروسيدجر، ان انت لازم تبقى ديديكيتد ان انت تبص في المرايه او الى اخره. حاليا برضو بقى في دلوقتي حتى في الباكل بقى بيعملوا حاجات بتبقى ممكن بتتنقل للسكرين، ده يمكن هيسهل شويه موضوع الليرنينج، لكن هي المشكله في سيميليتور استاذ دكتور ممدوح، في كذا مكان عامل سيميليتور للانداي. انا شفت السيميليتور ده الحقيقه في اسبانيا وهو لطيف جدا، مش موجود في مصر مع الاسف. انا شفته في اسبانيا الحقيقه، يعني شفته قعدت عليه كذا ساعه، لكن طبعا ده مش موجود في مصر وفيري اكسبنسيف الحقيقه، يعني من الحاجات الغاليه جدا، لكن anyway عشان كده انا ما قلتوش. anyway هو يعني هو الحقيقه الباكل انا شايف ان هو ستاند، ومش لطيف ان تلاقي الجينريشنز كامل ما بيعرفش تدو اسيمبل باكل لاسيمبل تير، تاخد نص من 30 مينتس ل 45 مينتس والعيان تاني يوم ممكن يروح بيته. يعني it definitely it needs to change our mind. بشيل الباكل، الدكتور ماجد طبعا بيسأل ليه ما بنشيلش الباكل، والله لان الباكل معمولة انها ما تتشالش، ما اصل كل حاجة زي ما بتتعمل، يعني زي السيليكون معمول ان هو يتشال لان في سايد افكتس، الباكل معمول ان هو to stay، يعني لأنه هو معمول أنه هو to stay. أنا شخصياً عامل حالات من أكتر من 30 سنة وبشوفها، والحقيقة ما شفتش في الحالات بتاعتي أي حالة بيجي لها complication من باكل قديم. بشوف حالات طبعاً من ناس تانية عاملينها فيها باكل مشاكل وإنفكشن والآخر، لكن ده دايماً بيبقى مشكلة، سواء في نوع السوتشرز اللي مستخدم، سواء أن الباكل محطوطة أنتيريو زيادة، سواء أن السكليرا أصلاً فيها ديهيسنس وان فيها مشكله وان هي فيري هاي مايوب وبالتالي حصل اكستروجن. يعني السليكشن بتاع الكيس نفسه محتاج اكسبيرينس. ده رايي، واي هوب ان الناس يعني تبتدي تاخد شويه كده كير لهاو تو دو ا باكل. انا فاكر كان اوائل الحالات اللي عملت لها باكل كان دكتور ممدوح كان معانا في روض الفرج، وبعدين دخلت الحاله فكنت انا موجود وكان يوسف وكان دكتور محمد رسلان وكان دكتور ممدوح يعني لسه ما جاش، فعملنا اكزامينيشن للحاله. احنا قعدنا تقريبا حوالي 40 دقيقه ندور على التير، يعني قعدنا نرسم وندور ولينك فرولز هنا تبقى فين، هو التير هيبقى موستلي في الحته دي، فقعدنا نعمل اندنتيشن ونطلع ونجيبه. فاهم في الاخر كان اول حد شافه دكتور رسلان شافه، وبعدين قال لي هنا في المكان ده فدخلت شفته، وتقريبا دكتور يوسف شافه معانا وبتاع، وبعدين جه دكتور ممدوح
لا انا قاعد على الاستيت لامب ببص عليها. فدكتور ممدوح هنستاذنك ندخل الحاله دي باكل. دكتور ممدوح من غير اي حاجه الحلقه قاعده العدسه كده. اه التير هنا في الحته الفلانيه وفالفد يعني في فالف كمان من الحته الفلانيه في الحاجه في المكان ده وكيسيت فور سبونج يعني هي القصه فعلا قصه اكسبيرينس وقصه التعود على ان احنا نبص بال بالعدسه زي ما بيقولوا كده your eye will not see except what your mind thinks for. يعني اللي دماغك شيء بتوري عينك المكان اللي انت المفروض تروح. دكتور ماجد برضو كان ليه تعليق. دكتور ماجد انا فتح الصوت بس حضرتك تقريبا مش فاتحه. حضرتك محتاج كده كويس. اتفضل دكتور ماجد. هو الحقيقه اللي انا شفته بيشتغل باكلز كتير بره ايفن في ناس بتعمل كورسز وكنت انا موظف على الكورسز بتاع الباكل دي زمان كله بيشيله لكن انا ما اعرفش ان هو ديزايند فور بينج فور لايف. لكن اللي اعرفه حتى من زمان ان حتى ايام ما كنت شغال باكل من 20 سنه انا كنت بشيله. هل في ديزاين تاني مثلا ستي فور لايف؟ لكن اللي هو ديزاين تو ستي فور لايف الحقيقه اللي هو الباكل امبلانت دكتور ماجد. ان احنا بنعمل الامبلانت اللي هو احنا بنديسكت السكليرا وبنامبلانت الباكل وبعدين بنسوتشر السكليرا عليه. فطبعا السكليرا بتلحم وخلاص هو مش باين اصلا يعني لما تيجي تفتح بعد كده ما بتشوفش الباكل اصلا. ده محتاج فيري سيك سكليرا على ما افتكر. لا مش very thick sclera. هو برضو it needs a learning curve. يعني طبعا لما بتبقى thick sclera بيبقى العملية أسهل وأسرع. إنما في thin sclera it can be done ليها الباكل بتاعها بس بتحتاج learning curve أكتر شوية. يعني أنا فاكر زمان لما أنا تعلمت حتى الباكل ما خلونيش أعمل. كان دكتور علي المفتي بقى الله يرحمه ما خلينيش أعمل اللي هي السين سكليرا إلا لما قعدت مثلا أتليست 6 شهور أعمل اللي هي النورمال سيكنس سكليرا. حضرتك ما بتعملش سيركلينج باند يعني جاست لوكاليزد باكل؟ والله في يعني في معظم الحالات ده ديبند على الإكزامينيشن. عشان كده اللي بيعمل باكل لازم يبقى جود إكزامينر. يعني هو لازم يبقى مشخص الحالة قبل ما يدخلها. يعني هو it's not wise ان انت تشخص الحالة on table لان اللي انت لو عملت كده معناه انك ممكن تغير الديسيجن وتقلبها في تريك. لا انا اقصد الامبلانت دي بتبقى localized يعني ما بيعملش encircling band. الحقيقة في يعني حسب برضو الحالة. في حالات كده وفي حالات كده. في حالات بتبقى مجرد الباكل بس بتعمل لها implant لو كل البريفري سليم. لكن لو البريفري فيه اي جينريشن او حاجه بنحط انسيركلينج باند معمول لها برضو باند وهي الباكل امبلانت بيبقى فيها جروف فالباند بيعدي في الجروف بيبقى معمول الباند بتاعها سواء ال 40 او ال 240 حسب الجروف الباكل اللي انت منقيه فبيعدي في الجروف وبعدين بتربطه بالكلوفيت سوتشر مثلا او حتى بالستيبل. بس ما بيبقاش امبلانت يا دكتور ممدوح يعني لا الباند ما بيبقاش امبلانت. هو معظم الحالات اللي بشوف لها كومبليكيشن بيبقى مع انسيركلينج باند مش لوكالايزد. هو كتير من الحالات اللي هي بتحط لها مجرد باكل زي الهورشو بريك. يعني الناس اللي عندها هورشو بريك لان هي بتبقى most probably it's a vitreous problem فمعظم الحالات دي ما بيبقاش عندها اي مشاكل في البريفري بتاع الريتنا بعد كده وبالتالي بتحط الهورشو بريك وبيبقى هو ديزايند في 135 و 137 الحجم بتاعهم بيبقى ديزاين. فانت بتشوف البريك انت على طول بتعرف ده محتاج ده او ده بتعمل الامبلانت وبيبقى الهورشو بريك واصل بوستيريورلي فبتفضي السبريتنال فلو بتقفل السكليرا على على الباكل وما بتحتاجش تعمل اي حاجه تاني. عشان كده بتاخد وقت قليل جدا. لا ما انا ما اقصدش الحالات دي. انا اقصد الحالات اللي معظمها بشوفها بيبقى فيها انسيركلينج باند بيبقى فيها بريشر نيكروزيس وبنلاقي فيه سكيما في الانتير سيجمنت بلاقي فيه كومبليكيشنز مش لذيذه ودي بتتشال بره بشوفهم بيشيلوها بعد 4-6 اسابيع. لكن انا هنا بشوف الناس بيسيبوها لغايه ما بيبقى فيه بريشر نيكروزيس وسكيما في الانتير سيجمنت واكستروجن وانتروجن. يعني انا اقصد انا يمكن مينلي كنت كونسنتريتد على الانسيركلينج باند. ما هو عشان كده زي ما قلت ان هي محتاجة learning curve. يعني هي كل حالة غير التانية. يعني زي ما دكتور مبروك قال لك ايه قال لك ما هو اللي بيخش بيبص بيلاقي اللي بيعمل الباكل كله زي بعضه
يعني هو بيعمل لكن هو actually هي كل حالة غير التانية. فهي الديزايننج بتاع what to do وازاي كل ده بيبقى. عشان كده دايما زمان في الريتنا كان اول حاجة بيعلموها لنا انك ترسم. انت دلوقتي عمرك ما بتشوف حد بيرسم طبعا. كان زمان لازم تخش تقعد ترسم الحالة وبالالوان, وهنا الفيترس ماسك في الحتة الفلانية باللون الكذا والاوباستي باللون. انا هي لغاية دلوقتي برسم حالاتي بري اوبرتيف وانترا اوبرتيف وبوست اوبرتيف يعني لغاية دلوقتي. بس مين بقى, شوف مين بقى اللي بياخد القصة دي وبيعملها. لكن كان زمان لازم نقعد نرسم البريك لونه احمر وحواليه كذا, وبالتالي انت بتبقى داخل حافظ الحالة. يعني انت بتبقى داخل مش لسه هتفحص وتشوف. بالظبط, في بلان. يعني انت you are planning what to do. شكرا لكم, الف شكر استاذتنا, الف شكر. شكرا لكم جميعا. شكرا دكتور طه على المحاضره القويه جدا اللي كلنا استفدنا منها, والحقيقه يعني خلت اكيد في ناس كتيره مننا رجعت لها فكره ان انا في حل بديل غير ان انا ادخل جوه العين ونرجع حاجه يعني واضح انها يعني قيمه جدا, وتتجنبنا مشاكل كتيره جدا. وزي ما قال الدكتور ممدوح, انت ممكن تاني يوم العيان بعد ما تعمل له عمليه او في نفس اليوم خد بعضك وروح, الموضوع خلاص منتهي. ألف شكر, شكرا جزيلا ليك. وأحب أذكر دكاترتنا إن إن شاء الله يوم الأربعاء الجاي الساعة 8:30 في عندنا زي فيكو كورس صغير مع الدكتورة روان والدكتور أحمد فايز والدكتور إسلام الكحلي, وبعديها في بانل ديسكشن على حالات challenging cases of cataract surgeries مع دكتور أمير مصطفى والدكتور أحمد فايز والدكتور إسلام الكحلي والدكتور إسلام البي. إن شاء الله تستمتعوا, إن شاء الله كلنا نستفيد بإذن الله. شكرا دكتور, محاضره جميله, بشكر دكتور ممدوح. شكرا جزيلا, شكرا جزيلا دكتور مجدي, شكرا جزيلا في النهارده. شكرا جزيلا, وشكرا دكتور عادل, وشكرا دكتور مجدي موسى برضو اللي شرفونا النهارده, وان شاء الله دايما معانا ونستفيد كلنا باذن الله. شكرا, مع السلامه. مع السلامه.